بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، اليوم معنا في درس جديد بعنوان جهاز الدوران، والذي سوف نتحدث فيه بمشيئة الله عن تركيب ذلك الجهاز وأيضا عن مكونات الدم، على أن نستكمل بقية الدرس في الدروس القادمة بمشيئة الله. هذا الدرس هو للصف الثاني متوسط في الفصل الدراسي الأول في مادة العلوم، من إعداد وتقديم محدثكم الأستاذ حمدان الزهران. بمشيئة الله في هذا الدرس اليوم سنتعلم أعضاء الجهاز الدوري الدموي، وكذلك سنتعرف على وظائف الدم، ثم نحدد مكونات الدم، مما يتكون الدم أو ما هي مكونات الدم، وأخيرا سنصف عملية تجلط الدم والتي تعتبر مهمة جدا بالنسبة لجسم الكائن الحي. جهاز الدوران من الأجزاء المهمة جدا في جسم الكائن الحي وبالتحديد الإنسان، لأن هذا الجهاز غاية في التركيب، غاية في الدقة. فسبحان الله العظيم، الله سبحانه وتعالى يقول: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. في مقطع الفيديو هذا تتجلى عظمة الخالق البارئ سبحانه وتعالى، فهذا الذي تشاهدونه أمامكم ليس إلا عضلة القلب التي تعمل دون كلل أو ملل. عملها غاية في الأهمية، لأنه المسؤول عن نقل جميع المواد من وإلى وبين خلايا الجسم. بدون هذه المضخة العجيبة لن يستطيع الجسم البقاء على قيد الحياة، لأن تلك المواد لن تستطيع الوصول إلى تلك الخلايا. هذه العضلة تعمل بشكل دائم ومستمر طيلة بقاء الإنسان على قيد الحياة، وعلى حسب طول عمر الإنسان قد تكون فترة حياته قصيرة، وقد تكون حياته فترتها طويلة. ربما يعيش الإنسان إلى 80 90 100 سنة، لكن هذه العضلة لا تتوقف ولا تكل في العمل إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. سبحان الخالق البارئ المصور، سبحان الله العظيم. سنتكلم عن هذه العضلة بشيء من التفصيل في قادم الدرس إن شاء الله. لو تأملنا الصورة التي أمامنا، إنها تشبه تماما الجهاز الدوري الدموي في جسم الإنسان. خلينا نتكلم عن محتويات الصورة ثم نقارنها بالجهاز الدوري في جسم الإنسان. نريد سحب الماء وتوزيعه على أرجاء المنزل، إلى المطبخ، إلى دورات المياه أعزكم الله. نحتاج إلى رفع الماء من الخزان الأرضي اللي هو موجود تحت، إلى الخزان العلوي اللي هو موجود مثلا على سطح العمارة. لكن علشان نرفع الماء نحتاج إلى مضخة لسحب الماء من ذلك الخزان اللي هو في الدور الأرضي، والماء علشان يصل أو لكي يصل إلى الخزان العلوي على سطح العمارة نحتاج إلى أنابيب أو مواسير ينتقل عبرها الماء من الخزان الأرضي إلى الخزان العلوي. عندما تقوم هذه المضخة اللي هو دينامو الماء بضخ الماء عبر تلك الأنابيب، ثم ما يصل الماء إلى الخزان العلوي حتى يعود عبر أنابيب مرة أخرى إلى غرف المنزل وإلى دورات المياه والمطابخ،
وربما بعد الاستعمال يعود مرة أخرى إلى أنابيب أخرى اللي هي نسميها احنا أنابيب الصرف الصحي. تقريبا ما يحدث في هذه الصورة يشبه تماما ما يحدث في الجهاز الدوري في جسم الإنسان. لو نظرنا الآن وحاولنا أن نقارن، القلب في جسم الإنسان يشبه المضخة اللي هي الدينامو. احنا نعرف أن الدينامو يضخ سائل، كذلك القلب يضخ سائل. هذا السائل اللي هو هنا الماء يندفع عبر الأنابيب، أيضا هذا السائل اللي هو هنا الدم يندفع عبر أنابيب. الأنابيب هذه في جسم الإنسان مميزة ولها أسماء محددة سنتطرق إن شاء الله إليها لاحقا. ثم بعد أن يندفع الدم من القلب إلى خلايا الجسم، سيعود مرة أخرى من خلايا الجسم إلى القلب عبر أنابيب أخرى، ثم يعاد ضخه بعد أن تتم تنقيته وتصفيته وتزويده بما يحتاج أو بما تحتاج إليه خلايا الجسم. هذه مقدمة بسيطة بس عن الجهاز الدوري الدموي في جسم الإنسان. ما هي أجزاء الجهاز الدوري الدموي في جسم الإنسان؟ طبعا من خلال المقدمة السابقة تعرفنا عليها بشكل سريع جدا سهلة وبسيطة. أول جزء من أجزاء الجهاز الدوري الدموي وأهم جزء هو القلب، والقلب كما تلاحظون عبارة عن عضلة نوع من أنواع العضلات نسميها العضلات القلبية. هذا القلب يتكون من أربع حجرات أو أربع غرف، حجرتين علوية تسمى الأذينان وحجرتان سفلية تسمى البطينان. من خلال هذه الحجر أو الغرف الأربع يتم انتقال الدم فيها بشكل مرتب ومنظم، فسبحان الله الخالق العظيم. هذه الحجرات الأربع مثل ما ذكرنا أذينان علويان، أحدهما نسميها الأذين الأيمن وهذا هو الآخر الأذين الأيسر، بينما في أسفل القلب يوجد البطينان، أحدهما اسمه البطين الأيمن والآخر البطين الأيسر. إذن عدد الحجرات أو الغرف الموجودة في القلب هي أربع حجرات. لاحظوا معانا الآن البطينان يفصل بينهما حاجز من العضلات بين البطين الأيسر والبطين الأيمن، كذلك يفصل بين الأذينان الأيمن والأيسر عن البطينان صمامات أو صمامات تمنع حركة الدم في عكس الاتجاه، يعني تسمح له في اتجاه واحد فقط لكن لا تسمح له بالحركة في عكس الاتجاه. إذن دعونا نجاوب على هذا التساؤل أو نكمل هذا الفراغ. القلب عضلة في الجسم تتكون من فراغ حجرات، كم حجرة ذكرنا؟ أربع حجرات، الأذين الأيمن والأذين الأيسر، كذلك البطين الأيمن والبطين الأيسر. إذن عندي أربع حجرات. إذن أول جزء من أجزاء الجهاز الدوري الدموي هو القلب الذي هو عبارة عن عضلة تتكون من أربع حجرات. القسم الثاني من أجزاء الجهاز الدوري الدموي نسميها بالأوعية الدموية، الأوعية الدموية. هذه الأوعية الدموية كما تلاحظون تشبه الأنابيب في الصورة السابقة التي ينتقل عبرها الدم سواء كان ذهابا أو إيابا. والأوعية الدموية هذه الموجودة في جسم الإنسان عبارة عن ثلاثة أنواع: نوع سميك، جدران سميكة لكنه قوي ومرن نسميها شرايين، وسنعرف إن شاء الله لاحقا ما هي وظيفة الشريان أو الشرايين، وأوعية دموية أخرى أقل سمكا نسميها وريد، ويلتقي أو يصل ما بين الأوردة والشرايين مجموعة من الأوعية الدموية الدقيقة نسميها شعيرات دموية. إذن عندي الآن من الأوعية الدموية ثلاثة أنواع حسب الوظيفة وحسب السمك وحسب الحجم إلى آخره: الشرايين والأوردة والشعيرات الدموية. خلينا نأخذها واحد واحد.
النوع الأول من الأوعية الدموية كما تلاحظون في الصورة أمامكم نسميها الشرايين، وهي التي أعطيت أو ميزت باللون الأحمر. ما هي وظيفة الشرايين؟ جدا مهمة هذه النقطة، أنها تقوم بنقل الدم من القلب إلى جميع خلايا الجسم. يعني الشرايين وظيفتها الأساسية نقل الدم من القلب، القلب يضخ الدم عبر الشرايين. إلى وين يتجه هذا الدم؟ إلى جميع خلايا الجسم. إذن الشرايين أوعية دموية تحمل الدم من القلب. أما التي تحمل الدم من خلايا الجسم ثم تعود به إلى القلب مرة أخرى فهي الأوردة. الأوردة، إذن وظيفة الأوردة عكس وظيفة الشرايين تماما. الشريان يحمل الدم من القلب إلى الخلايا بقية أجزاء الجسم، الوريد يقوم بالعكس، ينقل الدم من خلايا الجسم من أجزاء الجسم المختلفة ثم يعود به إلى القلب مرة أخرى، والذي يعود بهذا هو الأوردة. الأوردة أوعية دموية تحمل الدم إلى القلب. ما الذي يصل بين الأوردة والشرايين؟ إذا كان الشريان يقوم بنقل الدم من القلب إلى الخلايا، والوريد يعود بالدم من الخلايا إلى القلب، فما الذي يصل بين الأوردة والشرايين؟ يصل بينها أنابيب دقيقة وأوعية دموية دقيقة جدا. هذه الأوعية الدموية التي تصل الأوردة بالشرايين كما تشاهدون أمامكم نسميها شعيرات دموية، شعيرات دموية. إذن الشعيرات الدموية أوعية تربط ما بين الشرايين والأوردة. تكلمنا عن أجزاء الجهاز الدوري الدموي، ذكرنا من أجزاء الجهاز الدوري الدموي جزئين هما القلب والأوعية الدموية. انظروا إلى هذه الصورة تأملوا، وأكيد كلكم أو بعضكم ربما رأى مثل هذه الأشياء. هذه عبارة عن أكياس ماذا؟ أكياس دم، وخصوصا وهو واجب يعني على الكل والجميع إن في حالة لا سمح الله إنسان تعرض لنزيف ما أثناء عملية أو حادث أو إلى آخره، فبعض المستشفيات تنادي بالتبرع بالدم، والتبرع بالدم مهم جدا لربما إنقاذ حياة شخص آخر. هذا الدم عندما يتبرع بشخص ما يوضع في أكياس للاحتفاظ به في المستشفيات إلى وقت الحاجة إليه. هذا السائل اللي هو يسمى الدم. إذن أجزاء الجهاز الدوري ثلاثة أجزاء، القلب والأوعية الدموية وكذلك الدم. طيب دعونا الآن نتشارك في الإجابة على هذا التساؤل من خلال ما تقدم إليكم من معلومات. أي من ما يلي ليس من الأوعية الدموية؟ ركزوا معي، ليس من الأوعية الدموية، ولم يقل الجهاز الدوري الدموي، احنا نتكلم الآن عن الأوعية الدموية. الشرايين أم الأوردة أم القلب أم الشعيرات الدموية؟ أكيد كلكم تعرفون الإجابة. نعم، القلب ليس من الأوعية الدموية، القلب ليس من الأوعية الدموية، وإنما هو جزء من الجهاز الدوري الدموي ككل. إذن القلب هي الإجابة الصحيحة. طيب ننتقل الآن إلى سائل الدم، ما هي وظيفة الدم؟ إيش فائدة هذا السائل الأحمر الموجود في أجسامنا؟ أكيد أنه ذو فائدة عظيمة جدا، والدليل على ذلك لو لا سمح الله حدث الإنسان نزيف لأي سبب من الأسباب ثم فقد كمية كبيرة من الدم، فإنه في هذه الحالة يكون أو تكون حياته معرضة للخطر، يعني سيؤدي نقص الدم في جسمك إلى الوفاة. طيب وش وظيفة الدم؟ الدم لازم نحط في بالنا شيء محدد، دائما وظيفة الدم هي عمل اسمه عملية نقل بالدرجة الأولى. الدم وظيفته نقل، يعني يقوم بعملية نقل. نقل ماذا؟ من الرئتين إلى جميع خلايا الجسم. يلا هذا الرئتين
الدم يروح إلى الرئتين من أجل أن يأخذ شيئا ما من الرئتين، ماذا تتوقع يأخذ من الرئتين؟ الرئتين هي من ضمن أعضاء الجهاز التنفسي، إذن الرئتين توفر للجسم الأكسجين، أحسنتم، الأكسجين. إذن وظيفة الدم عندما يذهب إلى الرئتين هو يأخذ منها الأكسجين. الدم يتم أخذه من الرئتين ثم يتم توزيعه من خلال القلب عبر مين؟ عبر الشرايين اللي باللون الأحمر هذا، لأن الشرايين وظيفتها زي ما نتعرف عليها إن شاء الله في دروس قادمة تنقل الدم المحمل بالأكسجين. إذن الدم يذهب إلى الرئتين من أجل أخذ الأكسجين ثم العودة إلى القلب علشان يقوم القلب بضخ هذا الدم المحمل بالأكسجين عبر الشرايين، يضخه إلى أين؟ إلى جميع خلايا الجسم. لاحظوا معي اتجاه الأسهم. إذن الدم يأخذ الأكسجين من الرئتين ثم يعود إلى القلب، ومن القلب يتم ضخه عبر الشرايين إلى جميع خلايا الجسم. إذن أول وظيفة من وظائف الدم هو نقل الأكسجين من الرئتين إلى جميع خلايا الجسم. طيب العكس، عندما يصل الدم اللي فيه أكسجين إلى الخلايا سيعطيها الأكسجين، لكن في نفس الوقت يأخذ منها أشياء أخرى من المواد الضارة، يتم أيضا إخراجها بواسطة الرئتين من خلال فتحتي التنفس. أكيد عرفتم ما هو هذا الغاز والمادة الضارة التي يتم نقلها من الخلايا إلى الرئتين. طبعا من ينقلها من الخلايا إلى الرئتين؟ الأوردة اللي هي باللون الأزرق، أعطيت اللون الأزرق لتمييزها عن الشرايين اللي باللون الأحمر. وأيضا قيل أن الدم المحمل بثاني أكسيد الكربون يكون لونه داكن، ولذلك أعطيناه اللون الداكن اللي هو يميل إلى اللون الأزرق. إذن زي ما ينقل الأكسجين من الرئتين إلى خلايا الجسم، الآن سيعود الدم مرة أخرى عن طريق الأوردة محملا بالمواد الضارة من ضمنها ثاني أكسيد الكربون. بهذا الشكل يعود الدم المحمل بثاني أكسيد الكربون عن طريق الوريد اللي أعطيت اللون الأزرق، ومنه إلى الرئتين بعد أن يمر بالقلب علشان يتم التخلص من هذه المادة الضارة اللي هي ثاني أكسيد الكربون. إذن أيضا من وظائف الدم، بالإضافة إلى أنه ينقل الأكسجين، ينقل ثاني أكسيد الكربون، بس من وين لوين؟ لاحظوا الاتجاه جدا مهم. الدم ينقل ثاني أكسيد الكربون من جميع خلايا الجسم إلى الرئتين. لنتأكد أن هذه المعلومة وصلت إليكم من خلال الإجابة على هذا التساؤل، يقوم الدم بنقل ماذا؟ نقل الأكسجين من الرئتين إلى خلايا الجسم. نقل الأكسجين من خلايا الجسم إلى الرئتين. نقل ثاني أكسيد الكربون من خلايا الجسم إلى الرئتين. أم أن الإجابة الصحيحة هي رقم 1 و3؟ يعني 1 و3، 1 الأكسجين من الرئتين إلى خلايا الجسم، و3 ثاني أكسيد الكربون من خلايا الجسم إلى الرئتين. إذن فعلا الإجابتين 1 و3 صحيحة، بمعنى آخر الإجابة رقم 4 هي الإجابة الصحيحة. لاحظوا معي هذه الصورة، ما الجهاز الموجود فيها تقريبا؟ يمكن ربما رأيتموه أو درستموه سابقا، أكيد كلكم تعرفون هذا الجهاز، اسمه الجهاز البولي، أحسنتم، والذي هو عبارة عن كليتان اثنتين وحالبان بالإضافة إلى المثانة. الدم هذا سيكون محمل أيضا بمواد ضارة غير ثاني أكسيد الكربون، نتجت عن عملية اسمها عملية الأيض في الخلايا. يعني الخلايا عندما يصل إليها الطعام والأكسجين يحدث فيها عملية اسمها عملية أيض من أجل الحصول على الطاقة. هذه العملية ينتج عنها مواد ضارة، لو بقيت في الخلايا ستؤثر عليها وربما تؤدي إلى الوفاة. طيب الجسم علشان يتخلص منها كيف يعمل؟ عندما يمر الدم بهذه الخلايا فإنه يحمل معه تلك المواد الضارة، ويصبح الدم الآن فيه مواد ضارة ناتجة عن عملية الأيض. ثم ماذا بعد ذلك؟ يذهب بها إلى الكلى،
كل كلية من هذه تعتبر مصفاة، حيث تقوم بتصفية الدم من تلك المواد الضارة. لو لا سمح الله حدث عند أي إنسان فشل كلوي، فإنه يحتاج إلى شيء اسمه غسيل دموي. وكلمة غسيل دموي تعني تنقية الدم من المواد الضارة التي تجمعت في الجسم من عملية الأي. إذا وظيفة أخرى من وظائف الدم ما هي؟ نقل المواد الضارة اللي هي عبارة عن الفضلات الناتجة عن خلايا الجسم إلى الكليتين. للتأكد مما سبق، يقوم الدم بنقل الفضلات الناتجة عن خلايا الجسم إلى، هل ينقلها إلى المعدة؟ أم إلى المثانة البولية؟ أم إلى الأمعاء الغليظة في الجسم؟ أم إلى الكليتين؟ أنا متأكد أن الجميع يعرف الإجابة، وهي الكليتين، وهي الكليتين. أيضا من وظائف الدم، احنا إلى الآن ذكرنا وظيفتين، يقوم بنقل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون ما بين خلايا الجسم والرئتين، كما أنه يقوم بنقل المواد الضارة من خلايا الجسم إلى الكليتين. الآن وظيفة أخرى، هذه الصورة تعبر عن أي جهاز في جسم الإنسان. هذا الجهاز فيه أمعاء وفيه معدة، هذه الأعضاء من مكونات الجهاز الهضمي. طيب الجهاز الهضمي شو اللي يسوي، شو اللي يحدث فيه؟ يقوم بعملية هضم المواد الغذائية. لذلك الدم عندما يمر بالأمعاء فإنه يقوم بنقل تلك المواد الغذائية المهضومة. الدم في الأمعاء يقوم بنقل المواد الغذائية المهضومة، ومن ثم يوزعها على خلايا الجسم. نقل المواد الغذائية ومواد أخرى إلى خلايا الجسم. أيضا من وظائف الدم بالإضافة إلى ما ذكر، كما تشاهدون أمامكم في الصورة، الإنسان ربما يتعرض في حياته لمكروه ما لا سمح الله، فقد يحدث جرح في يده بسقوط أو حادث أو أي سبب آخر يؤدي إلى حدوث جرح على جسمه أو في جسمه ينتج عنه نزيف. طبعا لو بقي هذا الجرح مفتوح فإن الإنسان تكون حياته معرضة للخطر، إما نتيجة تدفق الدم باستمرار، وفي نفس الوقت يعتبر بوابة مفتوحة للمكروبات والفطريات والبكتيريا والجراثيم لمهاجمة الجسم من خلال الدخول إلى داخل الجسم عن طريق هذا الجرح. طيب كيف يتم إغلاق هذا الجرح؟ أيضا الدم في نفس الوقت هو الذي يعمل على التئام ذلك الجرح من خلال قيامه بعملية اسمها عملية تجلط الدم، تجلط الدم. سنستعرضها إن شاء الله قريبا أثناء هذا الدرس. الدم بصفة عامة تعمل خلاياه وجزيئاته على منع، كما أنها تساعد على تمنع ماذا وتساعد ماذا؟ تمنع الإصابة الجرثومية، يعني تمنع دخول الجراثيم والفطريات والبكتيريا لكي لا تسبب للجسم أضرار، كما أنها تساعد على التئام تلك الجروح. ننتقل الآن إلى جزئية جدا مهمة وهي مكونات الدم. عرفنا قبل قليل أن الدم يقوم بنقل المواد الغذائية وكذلك ثاني أكسيد الكربون وكذلك الأكسجين، ويمنع الإصابة الجرثومية، كما أنه يساعد في التئام الجروح. ترى كيف يقوم الدم بهذه الوظائف؟ علشان نعرف خلينا نتعرف على مكونات الدم بشكل عام. يلا مكونات الدم، لاحظوا معي، هذا دم عبارة عن حالة سائلة. يمكن بعضكم قد شاهد مثل هذه الأشياء عندما يروح المستشفى للتبرع بالدم أو لإجراء تحاليل. الدم في مجمله لونه أحمر، لا شك في ذلك،
لكن لو ترك هذا الدم فترة من الزمن فإن هذا الدم يحدث فيه عملية ترسبات ربما توضح لنا شيئا ما مكونات ذلك الدم بالنظر المجرد إلى هذه الأنبوبة بشكل مباشر. لاحظوا معي مكونات الدم بعد أن ترك فترة من الزمن، أصبح عندي هنا تقريبا ثلاثة ألوان أو ثلاثة مكونات. مكون علوي يميل إلى اللون الأصفر وهو في حالة سائلة وهذا له اسم. مكون تقريبا لونه أبيض، ومكون آخر لونه أحمر قاتم. طبعا متى حدث هذا الشيء؟ عندما تركنا ذلك الدم فترة من الزمن تحت ظروف معينة علشان لا يتصلب أو يتجمد أو يتخثر، فتكونت هذه الطبقات. طبعا لو رجينا هذه الأنبوب مرة أخرى ستختفي هذه الألوان ويصبح كله لون واحد لونه أحمر. طيب ما اسم هذه المادة باللون الأصفر وهذه المادة باللون الأبيض وهذه المادة باللون الأحمر؟ خلينا نشوف من خلال هذا الرسم. لاحظوا معي اللي باللون الأصفر نسميها البلازما وهي في حالة سائلة. البلازما هذه أكثر مكونات الدم في جسمك، أكثر مكونات الدم في جسمك تصل إلى أكثر من 50%، يعني أكثر من نصف دم جسمك هو عبارة عن بلازما. بينما هنا طبقة أقل هذه نسميها خلايا الدم البيضاء، أما التي باللون الأحمر الداكن فهذه نسميها خلايا دم حمراء. إذا مكونات الدم عندي هنا ثلاثة أشياء، طبعا هي أكثر من ذلك سنتعرف عليها، ولكن اللي يظهر أمامنا في الصورة بلازما الدم وتمثل أكثر من نصف كمية الدم، كذلك خلايا الدم البيضاء وخلايا الدم الحمراء، بالإضافة إلى شيء اسمه الصفائح الدموية سنراها بعد قليل. لكن خلينا نأخذها خطوة خطوة. يلا، مكونات الدم واحد كلنا عرفناها، البلازما وهذه تمثل أكثر من نصف مكونات الدم. طبعا إن شاء الله سنتعرف على وظيفة البلازما، ما هو دورها. أيضا من مكونات الدم واضحة أمامكم، ربما أنكم قد شاهدتموها وتعرفون ما اسمها من خلال دراستكم السابقة، هذه تسمى كريات الدم الحمراء، وهي تتميز بميزة أنها يعني هذه الخلايا تتميز عن بقية خلايا الجسم في عدم احتوائها على نواة بداخلها. طبعا هي التي تعطي الدم صفة أو صبغة اللون الأحمر. لماذا كرات الدم الحمراء بهذا اللون؟ يعني لونه أحمر، لماذا تتوقعون؟ لأنها تحتوي على مادة أو صبغة اسمها الهيموجلوبين. الهيموجلوبين، إذن الهيموجلوبين موجود في كريات الدم الحمراء. طبعا إيش وظيفة كريات الدم الحمراء والهيموجلوبين؟ كريات الدم الحمراء أو الهيموجلوبين وظيفتها الأساسية نقل الأكسجين، نقل الأكسجين، غاز الأكسجين، وأيضا بعض غاز ثاني أكسيد الكربون يتم انتقاله بواسطة خلايا الدم الحمراء. إذن أول مكونات الدم بعد البلازما هو خلايا الدم الحمراء. أيضا من مكونات الدم غير البلازما وكرات الدم الحمراء أو خلايا الدم الحمراء خلايا نسميها خلايا الدم البيضاء، خلايا الدم البيضاء. طبعا خلايا الدم البيضاء جدا مهمة لأنها هي خط الدفاع الأول عن الجسم، يعني هي التي تقوم بمهاجمة الميكروبات أو الجراثيم عندما تدخل إلى الجسم، يعني تدافع عن الجسم. كذلك من مكونات الدم كما تشاهدون أمامكم ولو أنها بكميات أقل جزيئات صغيرة لكن لها دور مهم، هي التي تقوم أو تساعد في عملية التجلط، هذه سميت بالصفائح الدموية، الصفائح الدموية. لعلنا نتأكد من المعلومات التي ذكرناها قبل قليل من خلال الإجابة على هذا التساؤل. إحدى مكونات الدم تشكل أكثر من نصف حجمه، تشكل أكثر من نصف حجمه، أنا متأكد أن الجميع يعرف الإجابة، أكثر من نصف حجمه هي البلازما ذات اللون الأصفر. أحسنتم، البلازما. من مكونات الدم تحتوي على الهيموجلوبين،
يلا، جدا سهلة وبسيطة. إحدى مكونات الدم، هل هي كرات الدم الحمراء أو خلايا الدم الحمراء، خلايا الدم البيضاء، أم البلازما، أم الصفائح الدموية؟ أين نجد الهيموجلوبين؟ قلنا صبغة لونها أحمر، إذن أكيد موجودة في خلايا الدم الحمراء. الهيموجلوبين موجود في كريات الدم الحمراء. تقييم أخير في هذه الجزئية، من مكونات الدم أنها تهاجم البكتيريا والفيروسات. من التي تهاجم البكتيريا والفيروسات؟ هل هي كريات الدم الحمراء وخلايا الدم الحمراء، أم خلايا الدم البيضاء، أم البلازما، أم الصفائح الدموية؟ أكيد كلنا نعرف الإجابة، ما دام أنها تهاجم وتدافع عن الجسم فهي خلايا الدم البيضاء. خلايا الدم البيضاء. تجلط الدم، ما هو المقصود بتجلط الدم؟ كيف يحدث تجلط الدم؟ وما أهمية هذه العملية؟ لو لا سمح الله تعرضت لأي إصابة وحدث عندك نزيف من الجلد، يعني كمثال على ذلك شوكة دخلت عبر الجلد إلى داخل جسمك، فإنه بعد نزعها يحدث نزيف. هذا النزيف الذي يحدث خارج الجسم وهو خروج الدم إلى خارج الجسم، لو بقي هذا الجرح مفتوحا ربما مع مرور الزمن ستفقد كمية كبيرة من الدم، لكن هل الجسم يسمح بهذه العملية أن تستمر؟ طبعا لا. ما الذي يحدث؟ هنا يأتي دور الصفائح الدموية اللي ذكرنا أنها موجودة ضمن مكونات الدم. الدم في خلايا دم حمراء وكذلك بيضاء وكذلك في صفائح دموية. الصفائح الدموية الآن هي التي تعمل على سد هذا الجرح من خلال القيام بعمل اسمه عملية تجلط الدم. كيف؟ يلا ركزوا معي شوي، خلونا نفهم هذه النقطة. الصفائح الدموية تلتصق بالجرح، اللي موجودة في الدم تلتصق بالجرح ثم تفرز مواد. هذه المواد تكون محفزة لعوامل نسميها عوامل التجلط. مرة ثانية، الصفائح الدموية تلتصق بالجرح، تقوم بإفراز مواد محفزة يعني منشطة لعوامل موجودة أيضا في الدم تسمى عوامل التجلط. هذه العوامل يحدث فيها سلسلة من التفاعلات الكيميائية ينتج عنها تكون شبكة خيطية، شبكة زي الشبكة. الشبكة الخيطية هذه تمنع خروج خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء. إذا تكونت هذه الشبكة الخيطية والتي أطلق عليها اسم الفيبرين أو الفايبرين، فإن هذه الشبكة ستمنع خروج خلايا الدم البيضاء وكذلك خلايا الدم الحمراء، فتتوقف عملية النزيف سرعان ما تتصلب لتغلق هذا الجرح، ثم تبدأ بعدها خلايا الجلد في عملية الانقسام. طبعا خلايا الجلد المحيطة بالجرح تبدأ في الانقسام لكي تقفل هذا الممر الذي كان يحدث منه النزيف. تكون الفيبرين بواسطة الصفائح الدموية وعن طريق الصفائح الدموية، وانسداد الجرح أو توقف الجرح عن النزيف هو الذي نطلق عليه اسم تجلط الدم. تحدث سلسلة من التفاعلات الكيميائية ينتج عنها شبكة لزجة خيطية تدعى الفيبرين، تعمل على سد الجرح حتى يلتئم بشكل كامل، لكن الفيبرين هذا يوقف الآن النزيف، يوقف نزيف الدم حتى يتم التئام الجرح، والذي قد يستغرق على حسب ربما أيام معدودة وربما أكثر من ذلك. لنجيب الآن على هذا التساؤل، من مكونات الدم المهمة في عملية التجلط، يعني لها دور في عملية التجلط، هل هي كريات الدم الحمراء أم خلايا الدم الحمراء، أم خلايا الدم البيضاء، أم البلازما، أم الصفائح الدموية؟ الصفائح الدموية، أحسنتم، الصفائح الدموية. تقريبا وصلنا إلى نهاية الدرس، لعلنا ناخذ تقويم ختامي للتأكد من المعلومات التي سبق أن عرضناها في هذا الدرس.
احنا كنا تكلمنا اليوم في درس اليوم عن جهاز الدوران، وبالتحديد عن مكونات جهاز الدوران او تركيب جهاز الدوران، وكذلك مكونات الدم. قلنا جهاز الدوران يتكون من عدة اجزاء او اعضاء، هي اعضاء الجهاز الدوري الدموي ثلاثة اعضاء، ذكرنا منها واحد اللي هي الاوعية الدموية. باقي عضوين معاي، من يذكر ما هي العضوين غير الاوعية الدموية؟ عضلة موجودة في الصدر سميناها ماذا؟ العضلة القلب، أحسنت. إذن القلب هذا سيضخ الدم عبر أوعية دموية، يضخ مين؟ الدم. إذن صار عندي القلب كذلك الدم وكذلك الأوعية الدموية. إذن القلب والدم والأوعية الدموية هي أعضاء الجهاز الدوري الدموي. أيضا تكلمنا عن وظائف الدم، قلنا ايش وظيفة الدم بصفة عامة، ايش فائدة الدم؟ الدم وظيفته الاساسية عملية اسمها عملية النقل. اذا الدم يقوم بعملية نقل المواد من والى اعضاء وخلايا الجسم. اذا وظيفة الدم هو نقل المواد من والى اعضاء وخلايا الجسم. تطرقنا ايضا الى مكونات الدم، يلا قولوا لي ما هي مكونات الدم؟ انا اعطيتكم اثنين وباقي اثنين، اعطيناكم كريات الدم الحمراء او خلايا الدم الحمراء وكذلك خلايا الدم البيضاء. من بقي سائل يكون اكثر من نصف الدم، ما اسم هذا السائل اللي كان اعطينا لونه اصفر؟ البلازما، احسنتم، البلازما. اذا عندي التكوين الثالث هو البلازما. واخيرا جزء من مكونات الدم له دور مهم في عملية التجلط، ما هو؟ هي الصفائح الدموية. يا سلام عليكم. إذا مكونات الدم البلازما، كريات الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية. إذا تعلمنا اليوم في درسنا هذا عن أعضاء جهاز الدوران وكذلك مكونات الدم، وعرفنا أن أعضاء الجهاز الدوري الدموي هي القلب والدم والأوعية الدموية، ثم تطرقنا إلى وظائف الدم وعرفنا أن الوظيفة الأساسية بصفة عامة للدم هي عملية النقل، وظيفته الأساسية النقل، نقل المواد من وإلى أعضاء وخلايا الجسم. ثم تطرقنا إلى مكونات الدم والتي تشمل البلازما وكريات الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية. آمل أن أكون قد وفقت في تقديم ما يفيدكم. للتواصل أو لمزيد من الدروس بإمكانكم العودة إلى موقعنا على الشبكة العنكبوتية aneducation.com، أو من خلال متابعة الحساب على تويتر من خلال هذا العنوان، أو بالتواصل أو بالاتصال مباشرة من خلال هذا الرقم المجاني. حتى ألقاكم إن شاء الله في درس قادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.